نبداها من السوق السعوديه. اذا الاغلاقات جاءت خلال تعاملات الامس لمعظم الاسواق الخليجيه بالامس في المناطق الحمراء في ظل تراجعات وعمليات بيوعات قد اثرت على اداء الاسواق الخليجيه متاثره في توتر الازمات التي والازمات الجيوسياسيه التي اثرت على روسيا والولايات المتحده وايضا على المنطقه الاوروبيه. اذا حاله عدم اليقين تؤثر بشكل كبير على اداء الاسواق العالميه وبالتالي على الاسواق الخليجيه. السوق السعوديه 12586 نقطة في هذا الوقت من عمر الجلسة تقريبا وحالة من التراجعات في المنطقة الحمراء. دبي أيضا تواصل التراجع لكن أقرب إلى الاستقرار، خسرت مستويات 3500 وتحديدا إلى 3400 ونقطة واحدة. أيضا السوق أبو ظبي عند 9600 ونقطة واحدة، وكما نلاحظ التراجع ب 35%. السوق القطرية تواصل حالة الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض لكنها تحافظ على مستويات نوعا ما إيجابية لأداء المؤشر العام إلى 13483 نقطة مستوى التراجع لدى السوق القطري، كما نلاحظ حالة من الاستقرار. ومعظم الأسواق الخليجية تبقى في حالة من عدم اليقين التي تؤثر على أداء الأسهم المدرجة في هذه الأسواق وأيضا على أسعار النفط التي بقيت مستقرة في ظل هذه الحالة. نذهب مباشرة أيضا إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار. إذا هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم فيما يتعلق بقرارات الفيدرالي الأمريكي التي تتعلق بأسعار الفائدة تؤثر جميعها على أداء أسواق العملات. نلاحظ اليورو بالرغم من حالة التراجعات الكبيرة وخسارة مستويات مهمة، تراجع تقريبا ب 2% لكنه يبقى في المنطقة الخضراء. الجنيه الاسترليني في حالة من التراجعات، الين الياباني وأيضا الفرنك السويسري. الملاذات الآمنة تبقى في حالة من الاستقرار الإيجابي. وتنضم إلينا من دبي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنو. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذا بداية نتحدث عن أسبوع حاسم يتعلق بقرارات الفيدرالي الأمريكي في ظل الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم، كيف تصفين أداء سوق العملات والاستعداد لهذا القرار؟ أهلا بك، صباح الخير. بالفعل هناك ترقب لعدد من قرارات البنوك المركزية الأخرى، ونحن التضخم المرتفع يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار فائدة وخاصة البنوك التي تتحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع معدلات التضخم. فمنشوف كيف أنه الفيدرالي الأمريكي نتيجة التضخم المرتفع اللي بيبلغ 7.19% أعلى مستوياته منذ 40 عاما، قد سوف يقوم والقرار الحاسم سوف يكون يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس. وكذلك بنك إنجلترا المركزي الذي قام برفع أسعار الفائدة مسبقا ويضطر الآن نتيجة أيضا ارتفاع التضخم الوصل إلى مستويات أيضا مرتفعة أن يجبره أيضا إلى رفع أسعار الفائدة أيضا ربما ب 25 نقطة أساس. ونحن نترقب أيضا اجتماع لبنك إنجلترا المركزي، وأيضا البنك المركزي الأوروبي ربما يكون الأبطأ من ناحية رفع أسعار الفائدة بالرغم من أنه ارتفاع معدل التضخم وصل إلى مستويات مرتفعة. نحن نتحدث تقريبا عن 5.8%، لكن لم يكن في اجتماعي الأخير هو متشدد اتجاه التضخم لكن ليس متشددا برفع أسعار فائدة، تشدد هو ببرنامج شراء الأصول، فربما يتأخر برفع أسعار الفائدة ليس في لن يقوم بهذا في نهاية الربع الأخير، ربما يضطر أن يؤجل هذا الموضوع لنتيجة أنه الاقتصاد الأوروبي ومنطقة اليورو ونتيجة الظروف الراهنة يضطر إلى تأجيل هذا الموضوع، لأنه نحن نعلم أنه رفع أسعار فائدة يعرقل أو يعيق التعافي الاقتصادي العالمي. وأيضا بنك اليابان المركزي أيضا ليس مضطرا على رفع أسعار الفائدة، فهو يعني سوف يتأخر برفع أسعار فائدة فبطيء. فهو بالنسبة للبنك الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي هما الأكثر سرعة واستجابة لمعدلات التضخم المرتفعة عم ترتفع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أسعار النفط
وأيضا أسعار السلع، أسعار الحبوب، ارتفاعات بشكل كبير وخاصة في ظل يعني الأزمة لينا فيما يتعلق في المركز الأوروبي. إذن نلاحظ التراجعات الحاصلة في أسعار اليورو مقابل الدولار تقريبا 2%، والمركز الأوروبي كما تفضلت لم يكن يعني لم يتخذ إجراءات سريعة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. إذن ما هي الإجراءات التي من الممكن اتخاذها للحد من التراجعات في أسعار اليورو في ظل هذه التوترات السياسية وأيضا الضغوط التضخمية على منطقة اليورو؟ نعم، بالنسبة لليورو اليوم يعني عم نشوف التراجعات. نحن نتحدث أمام الدولار الأمريكي عن 1.9 متماسك أمام العملات الأخرى. لا ننسى أنه في عام 2014 كيف هبط اليورو بنسبة 20% نتيجة العقوبات التي فرضت على روسيا، وبالتالي يعني الأكثر تضررا بسبب علاقته التجارية والشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. فبالتالي وخاصة كمان ذكرنا أن البنك المركزي الأوروبي ليس لن يتشدد وأبقى على أسعار الفائدة كما هي، والتشدد هو في برنامج شراء الأصول. لكن أي مستجدات على الأزمة الروسية الأوكرانية، وخاصة هناك مفاوضات من ناحية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يعني هناك خفض لمسألة هذه التوترات، هذا سيكون هناك استجابة تحركات عملة اليورو. نشوف كيف أنه رح يتحرك اليورو بتذبذب في حال ظهور أي مستجدات من هذه النواحي. لا ننسى كما ذكرنا أنه التضخم مرتفع بشكل صحيح. كبير، وبالتالي لا يوجد يعني في ظل الوقت الراهن يعني الأكثر تضررا بشكل كبير هو اليورو، وأي مستجدات سلبية سوف تضغط على اليورو بشكل كبير. لكن مع تهدئة هذه الظروف ربما نحن سوف يعني نرى ربما يعني استجابة وارتفاع. نعم. كما ذكرنا هو الأكثر تضررا. لينا يعني عن التحركات فيما تتعلق بالملاذات الآمنة من العملة في حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق حاليا، كيف تصفين يعني التحرك باتجاه هذه العملات؟ هل هنالك ارتفاع لهذه العملات كملاذات آمنة؟ تحدث عن الين الياباني، الفرنك السويسري أيضا. الين الياباني اليوم متراجع في أدنى مستوياته منذ 5 سنوات. عم نشوف أنه عند مستويات تقريبا نحن عم نحكي عن دولار ين 117، ونحن نعرف أنه مرتبط بالين الياباني بالثقة في أسواق الأسهم وفي ارتفاع أسواق الأسهم مع التهدئة. كما يعني هناك يعني رفع للمعنويات والثقة بأن يكون هناك حل أو مفاوضات أو حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا، فهذا أثر على ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية. وبالتالي شفنا كيف العقود مؤشرات الأسهم بشكل عام عم نشوفها على ارتفاعات، والأسهم اليابانية اليوم ارتفعت وخاصة المرتبطة بالشحن والبنوك ذات الثقة، شفنا كيف عليها ارتفاعات. ونحن بنعرف أنه الين الياباني هو عملية تزويد متاجرة بالعائد، فبالتالي نتيجة هاي الارتفاعات عم نشوفه كيف عم بيتراجع لأدنى مستوياته منذ 5 سنوات. طبعا هذا بيخلي دعم بدعم الإيرادات وخاصة للشركات اللي بتعتمد على الصادرات. وبالتالي نحن منشوف أي حل للأزمة الروسية أو أي تفاوض، هذا رح يضر لعملات الملاذ الآمن. وبالنسبة للين الياباني في حال أي مستجدات إيجابية سوف يكون هناك ضغط على الين الياباني. ونشوف كيف أن الدولار أيضا عم بيرتفع، خاصة أنه مع قرار الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، ومتوقع القرار حاسب 25 نقطة أساس على عكس البنك الياباني المركزي الذي لا يرى الآن نية بارتفاع. أضيف بس بشكل مختصر بالنسبة لأسعار النفط، وخاصة اليابان هي دولة مستوردة للنفط، فارتفاعات أي تراجعات لأسعار النفط فهو طبعا لصالح اليابان من هذه النقطة بالتحديد. نعم لينا، سنكون معك أول بأول في هذه التفاصيل. محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.